عليكم. السلام عليكم صلاح، صباح الخير. كيف حالك؟ انا طالع، انا رمسك وتطالع الباب ليش؟ صلاح ابوي الساعة 6 حين المغرب. مو المساء. شو هالرقاد؟ ها منو راقد؟ ها منو؟ انت. انا زين ابوي، هذا اصبحنا جايتنا باغة ورد وسلة فواكه. انا ابوي من شخص واحد، جاسم محمد الحمادي، مطبخ مطعم ومطبخ الغواص. أجو غارس. وهذا نفس الشيء. شكرا أبوي لمطعم ومطبخ الغواص. شكرا لك يا جاسم بن محمد الحمادي. مشكور وما قصرت. ها حبيبي. ها حبيبي. ها شحن. مالك فوق كسرة. إيه خراي. إيه؟ خراي في ظهره. عزل المستشفى. أنتم مصري يسمونه شو؟ خراق. خراق. أو دمل. دمل. زين. بروح مكان يسمون اسيتك، اول يسمونه السوق الليلي، هي الحين طوروا وسموه اسيتك في الملاهي الكبيره هاي، ويفتحون من بعد عن مكان اللي نحن فيه من فندق اللنتر تقريبا 15 دقيقه بسياره، مش بعيد، او 20 دقيقه. شو رايك اسد؟ صلاح سمعت اسد شو قال؟ قال اوكي ما في مشكله. وانت في مشكله؟ لا ولا شو رايك صلاح؟ السعادة لابد أن تكون مرتبطة. وكل هذه فيك انت، شفت؟ كل الصفات فيك انت. المميزة. العالية الجودة. احنا رايحين فين يا علي؟ السوق الليلي. وغيروا اسمه بقى دلوقتي ايه؟ أسيتك. اسيتك عندنا في مصر اسيتك. صح. شيء عرض هناك في اسيتك، شيء عرض مسرح شو بتصير؟ خلاص هي سيد اوكي. شو قلت صلاح؟ زين ودي علي انا ولا ما وديه؟ ما اعرف هذا. نوديه لو ما وديه؟ اوديه لهيل ولا لا؟ ما يعرف منو؟ علي. علي ما يعرف الكلام؟ ليش تبغانا نسوي؟ بنعلمه. انا وصلاح اخذنا الديتيلز كامل مال اسيتك. الحرمه هاي ما قصرت، جزاها الله خير. وشعب خدوم، ومن اروع ما يكون خدمتهم، عندهم خدوم بطريقه خياليه، يخدمك بيديه وريوله. لله فلله، الابتسامه ما تفارج جيوبهم، وخدومين وضحك. ونسبة النظافة عالية عندهم، مش مثل أي شعب. شعبهم نظيف ويشتغلوا من خطرهم، وذو ابتسامة دائمة. يعني عطيت الموظف ولا ما عطيته؟ أي حد يقدم لك خدمة يعني إن شاء الله من يكون خاري، إن عطيته زين، أما عطيته ولا نفس ردة الفعل بتكون ونفس عطيته لو ما عطيته نفس ردة الفعل. شيء من البلادين إن عطيته زين، أما عطيته بيبوز. وإن لاقفته ودي ثاني بيقدي لك ويهم شارات مقفاه، يعني مويم. لا في البلاد هذه مستحيل ابتسامة دائمة. شو اسمك؟ راكان. وليه زعلان؟ راكان لازم تكون مبتسم يا راكان. يلا هذا زين. نحن ابوي قلنا بدل ما ناخذ تكاسي اخذنا الباص الصغيروني ها على ما تشوفون. شو اسمك ابوي؟ دريبل. What's your name؟ دريول. نروح ابوي اسمه فهد. زين. ميزه كبيره انه بيتكلم عربي. اي والله ريحنا ووفر علينا كثير قوي. فهد راح يجوز شيء عاد غريب لازم تعرفونه. يور نيم بليز. فهد. شو اسمك انت؟ اسد. والنعم حيوان. في اللي تبي تصير فوق؟ لا هذه خلاص. رد على موضوعنا. التكسي تكاسي باثنين بياخذون ما ادري كم، يعني على الاقل بيوصل 1000 ساير جاي تكاسي باثنين. الباص هذا فخم، هذا ابوي باص مكيف ونظيف وفخم وزياده ويسدنا واكثر الرمح التنيب 4 تنفار ويانا زياده. لا هذا اقول لكم من حجمها وفخم رقم واحد، يعني ما بلا اي شيء. ها يسدك. ها الفخامه. امر هتنام ولا ايه؟ النهارده بقى مفيش مساج بره، انا اللي هاجي اعمل لك مساج. طب ليه؟
لك مساج كويس جدا. انا اتعلمت المساج التايلاندي يا صلاح. موافق؟ ها؟ انا مجنون؟ ليه صلاح؟ خلي اسوي لك مساج. والله اوفر. ما يعرف حبيبي عرف. لا لا 100 100. اجيب السكينه واظبطها. ها؟ انا عريس. انت عريس. يقول لك بسوي عريس. انت شو قلت له؟ عايز حاجه خاصه. ليش انت قلت شو قلت له؟ انا بقول له انا اعمل لك مساج كويس. انت شو قلت له قبل شويه؟ اجيب لك سكينه. آه قال لك انا بعرس. يعني هتموتني يعني؟ هتذبحني يعني؟ لا مبروك مقدم. شو صلاح؟ هتعمل فرح في محمد بن زايد بيعزمك يقولك تعال محمد بن زايد. انا على عيني اجي لك يا صلاح. صلاح؟ ما يعرف. كذاب. ايه يا صالح ايش بنسوي؟ ترى كذوب مسمينه نحل كذوب. ايه الكذوب الاكبر مسيلم الكذاب خاله. سمعت تو شو قال صلاح؟ يقول علي تليفوني باز في السنه هذه 4 لو 6 تليفونات ماخذ وبعدها كل يوم تليفون. ها؟ كويس عشان الاولاد في البيت يعرفوا ان التليفون باز. انا ما بكلمهمش عشان التليفون باظ. باظ باظ خرب حبيبي. خرب ما شاء الله. خلال سنه كامله كم موبايل انت ماخذ حبيبي؟ 4. وكم ايباد؟ 2. اي وكلهم باظن. لا لا انت انا بس الاولاد كل واحد فيه. يا رب. متى بتودر هالجشع وهالطمع اللي فيك انت؟ ايه عيني حاضر. ارفك الله ملوك. طيبية والله. صلاح هنتجوز ان شاء الله وتعرس؟ ان شاء الله حيا. وتجيب بيبي؟ واحد ولا 2؟ لا يا عين نفسك يبقى عندك ولد؟ رجالك ولد. طيب ان شاء الله هتسميه ايه؟ انت. اسميه انا؟ انا مالي وانا ابوك؟ سميه انت. انت تسميه ايه؟ خالد. خالد ايه؟ ان شاء الله. تسميه خالد؟ ايه ان شاء الله. بتحب اسم خالد؟ ايه ولا خلف؟ واحد كلنا واحد كلنا واحد لك حبيبي ربنا. طب مع ولد خالد. طب لو بنت هتسميها ايه؟ ام خالد. هتسميها ايه؟ شو بتسميها؟ شو بتسميها؟ ماما زنوبة. لا ماما تسمي عوشة. عوشة 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 عوشة. تسميها اسم امك؟ الله يرحمها يغفر لها ويسلمها. شو كنت تقول قبل شوي صلاح؟ سحاب. ايه اول ذي. ايه تدري شو يقول؟ يقول انا شهاب جاي ويا السوق الليلي العام يطري. ها؟ تذكرت شهاب دلوقتي اول ضحاياك اللي جبت عجله بدري بدري 2 جلطه وفضل على الثالثه ويودع. صح يا صلاح؟ ايه ايه مبسوط يعني. شوفوا اول ما ينبوا قالوا فريق منهم بغى هذا ها بالمصارعه. صار اكبر مكان حلبه مصارعه عندهم. عندهم شو يعني مثل العرض هاي مصارعتهم اول بادي وعقب هناك ها بعد ما تشو هذا بعد من غير بدت الشو ساعه مدت العرض على الله يحفظكم ساعه ونص وعقب الساعه تبتدي عاد الفاينل اللي هي المصارعه الصدقيه الفاينل اللي مالهم هذا على ما تشوفون العرض وهذا عقب ها المصارعه الصدقيه عاد وهي حلبه المسرح هاي الحين الحلبة اللي في النص الذهبية هذه والحمر عاد الزين وعقب اللي أدنى وعقب اللي أدنى وكل شيء لسه وهذا المبنى مالهم مبنى ضخم كبير كبير هيوج يعني شيء يعني وايد كبير شو هاللي تشوفونها من أهم الفواكه في تايلاند يسموها كوريان واسمها الثاني فاكهة الملك شيء مقدس عندهم لها عدة استعمالات حتى الخبز يخبزونه منها وفاكهة جميل طعمها يعني انا احبه لكن وايدين ما يدهنونه ما ادري ليش حاطين دوبهم بالدوبه او نريح ها تريد صلاح؟ لا اوكي صلاح ممنوع ما يسخونه حبيبي اوكي جيب اس تو هذا هو كذي ابو ها ها صلاح هذا ماكل ها علي هاي عينته شرات المحلة وهو ما بمحلة Thank you. زين؟ زين رقم واحد مزبوط يلا Thank you. Bye.
باي باي. هاي يسمون السوق الليلي مالهم. كل شيء ها وين ما تصير وين ما تصير ها وين ما تصير ها. أول كان السوق هذا عبارة عن سوق ما يتشاهد قدر نشوا أبوي يا الملك وأمر وسوى الدنيا لهم كلها. ها هذا خنيخي شاهد ها وين ما تصير خنيخي ذاك ها وين ما تصير ها وين ما تصير وكل سماهم خراوشين يعني ولكن شيء فنان يعني سامانهم كله خدمتهم مال تقليدية أشياءهم التقليدية مال بلادهم. بتاخذ حق خدامات مني؟ ها شو تبقى؟ ها شو؟ أبواك تبقى؟ إن شاء الله حبيبي. حق منو؟ ما بالحين أخلاف قبل ما نظهر حبيبي زين؟ هذا اللي حسم حينه كل قفور اللي تشوفونهن كلهن قفور. حديقة سورها كامل كل قفور. الحرمة وذية وربضت هاي معناها تي هي وخطيبها وتحط قفل وياها وهي وياها يقفلون الحديد يحطون عليها القفل هذا تحبه وهو يحبها يقفلون حبهم أولنا في هذا المكان. ها كل واحد حاط قفل هو يحرمته ولا شو اسمع علي؟ قفول المحبة. قفول المحبة؟ Love lock. صدق والله؟ أول مكتوبة. وين مكتوبة؟ إيه والله. قفل المحبة وين؟ Love lock. Love lock. وهاي أبوي اللي يبيع لك قفول ما. القلب. القلب. والقفل المفتاح. إيه. بيركبوا القفل في القلب. إيه. يدخلوا على عيهم. إيه. إن شاء الله يطلقوا بعد أسبوع. ها صلاح صد يا الكاميرا مبسوط؟ اكيد شيء بتعرس له لا هذا الحين النهر طرف هذا كل النهر هذا على ما تشوف الواجهه اللي مقابل هذه الواجهه كلها مطاعم كلها تاي فود وسي فود كلها مطاعم وهذاك اخير مطعم فيهن الكورنر هذاك اخير مطعم اللي كان غالي لكن شيء وايد فخم وايد زين تاي فود الاصلي يعني كل ضيوف البلد يبون مني الزوار اللي يجون بانكوك من اهم الاماكن اللي يزورونها الاماكن هذه مثل المطعم هذا اللي في سوق الليلي هذا نهرهم بين السوق الليلي اللي نحن هذا عنده والطرف هذاك النهر على ما تشوفون الانجاز السياحي تاخذ بك شو العالم فيها ها شوف ها ها غير طروق ياد اي نعم هاي الانجاز غادي طروق ياد يسير ويرد نفس المكان ما يخلف برنامجها شوف ها هذا الحين بيدور وبي مكان وبيدي اشوف وراه هناك واحد واللي وراه واحد ها شوف يصير واحد ويا واحد واحد يفتش واحد يطابج واحد يفتش واحد يطابج والدنيا مطرجه كان جميل يعني تقضي يوم كامل فيه يعني من بعد المغرب توصلهم يفتحون الساعة 5 العصر مكان كبير يبالك 6 ساعات شيء فعاليات وايدة فيه مثلا عندك فيها فعاليات وايدة المطاعم عندهم مال الملاكمة المصارعة الأخص هذا مال المصارعة وشيء غير بعد شو هذاك عارف في منتر وحجزنا نحن عليه الساعة 8:30 لا والله 9 إلا 10 مال مصارعة أنا أبوي لا فيها طالع مصارعة ولا عندي خبر حياتي ما دانيت مصارعة أبوي حد من ربع سارة مصارعة وأنا والجماعة أبوي ترياهم من يخلصون من المصارعة من نخلص بنصير الشو مالنا هذا نحن هم بيحضرون ويانا الشو اللي نحن بنتابعه لكن نحن ما حضرنا الشو اللي هم بيصيروا اللي مال المصارعة تبي تشوف المصارعة ولا لا؟ لا ليش؟ لا إيه بوكس تبي ولا لا؟ لا خواف هذا من المطاعم الزينة زي هذا زين يعني رقم 2 بالنسبة حق هذا هذاك مميز واو يعني صح؟ شو؟ مطعم زين هذا؟ هي الأول هاي جايين العام ويا حياة تسمونه ويا شو بركم أنا لكن اللي يحيد عمره يحب الأكل التايلندي
اي هالمكان مطعم ولايتي لا صار ولا استوى قبله ولا بعده. اقول لكم حبه الربيانه الوحيد الكبر صار راحت اليد اللي في التوم يوم سوق يحطوا ربيانه وحده ما شيء غيرها. بانو شاير وبانو شاي ها. شوف العرب هناك اللاين شوف السير كم طوله. تبي تركب؟ ايه في البحر؟ ايه صلاح؟ برا خالص جريء. شوف العالم شوف العالم شوف السيد كم مطوله. هذا المطعم اللي خبرتكم عنه. شيء غريب عجيب المطعم هذا. غير مشكلتي تونا ماكلين قبل ما نظهر ما بروب قيس الا ما نطلب حرام. بيني وبينكم انا مار تقاوم وقلت ابوي لو حتى شبعان ما في اطوف المطعم هذا انا وايد يعيبني وفنان وقلت له اشرب شوربه نفاد. على فكره شيلسه داخليه وشيلسه تيلس خاري يعني لكن انا افضل اليلسه خاري يعني اشرح وما شيء حر براد يعني. ابوي وايد طلبات من جماعه هاي الفلورز يقولون والله المتابعين يقولون والله صور لنا المحلات بالبطيء. ابوي انا ما بروم اصور بالبطيء انا شيء خص. ورديت لان وايد هالاوردرات هالاوردرات يعني النصايح دي صور لنا المحلات شوي شوي ما شيء كالف ابوي ان شاء الله حادني. انا ساير يعني انا ساير اتكشت اتمشى ما بساير حينه ايرس اصور المحلات الدنيا هاي كلها مالي بارد اسكنت. زين هذا ابوي المانجو سلط لا هذا البابايا سلط وهذا المانجو سلط ها؟ ده المانجو سلط زي بتاع امبابا؟ اي علي؟ ده المانجو سلط بتاع هنا غير بتاعنا خالص اللي في امبابا ليه؟ عند البرنس بتاع الكبده انت تقول لي كان بيذبح الحمير لا لا فتح تاني صدق والله؟ في رمضان بيذبح ايه دلوقتي؟ خيول كل شيء فنان بتلقطون عند المطعم. مش قضية فنان من الأماكن اللي الواحد يطمن ياكل عندهم، أكلهم وين ما تصير في تايلاند الأكل التايلندي مميز. يكون فريش وطازج فلذلك يعني أنا أختار أماكن لو غالي برأيي شو بسوي؟ لأني وجبة وحدة أنا عندي في اليوم أكلها خاري فأكل شيء دوني شو اللي كان؟ اكل بودب اليماني رقم واحد هذا اليمني يا غير مندي وغوزي ومدفون ومحيون ومحين وما ادري شو يعني هذا كمطاعم عربيه مطعم بودب والمطعم هاللي طرشين لهم ساعه من الورد الغواص هذا اكلهم وايد ممتاز من احسن وانظف يعني عندك هذاك الغواص يسوي المالح والجشيد والسحنا واليوبل كل شيء كل شيء يخطر في بالكم اماراتي وكان عدم قله وكل شيء العام انا اكلت عنده غير اكلت ودي وحدي يعني لاني جاي انا احب الاكل التايلندي. فهذه مكوناته في فاي خضر ولوبيا وطماط وربيان صغار وهذا سوداني على قولتهم شو اسمه؟ نحن اصغر باسم ثاني وما فيه تنقمني العرب ما فيه المهم نقاط السبال شيء قبل وعقب السبال. شوفوا الليل شوفوا اللين بالله عليكم ها يمكن 100 لنج او 100 بانوس حد يفتش وحد يطاب وين يسيرون عاد ما ادري بعض اظن ياخذون لفه على طول النهار كانهم لفه على طول النهار والله صلاح ما خالف قال يبي يسير. هذا التوم يوم سوق مالهم يا غير اللي ميزه الربيان ها كبر الكف عملاق ام الربيان هذا زين كيف شو اقول لكم اولا من حيث الطعم ومن حيث الطبخ ومن حيث المصدر المنشأ مال الربيان هذا بحري لان في نمونتين شيء بحري وشيء نهري فلذلك تلقط البحري عاده يكون اغلى يعني 6 أضعاف سعر النهري واللي موجود في مطاعم تايلاند كلها 90% كلنا واللي ألذ واخير والبحري تلقطه عاده في المطاعم الفايف ستار والفايف ستار ما يصير لها الا الفايف ستار اللي زي انا بالضبط صح صح اهم شيء ها طالع شوف طالع لحمها طالع لحمته غير نمونه ربيانتها
واللي اهم عن هذا وهذاك الراس، راس الربيان وادين يعقونه، ترى اللي ينعق القرف الخارجي وهذا ها هذا النكل كامل، ها النكل كامل. شوف قهم ما ينعق من شيء هذا الراس. طعم ناطع غير نمونة. الحين مثلا صلاح ما يحب الراس، انا ما ابي احبك الريح. ها ها هذا الراس كبره ها ما تشوفون. ها شو صلاح؟ شو بلا؟ زين؟ زين؟ اكيد زين حبيبي، انا ما اوديك الا المكان الزين. ايه رايك يا علي؟ عشان انت زين وانا زين. علي؟ عشان صلاح زين وانا زين بالصلاح الزين. يا ليت اول شيء تخلص الاكل اللي في فمك وبعدين ترمس. وايد بيكون اخير يعني. صلاح صلاح اسمع يدعي لك علي. يا رب تتجوز يا صلاح. خلي في ثلاث عيال. ليش وقت ليش مش دلوقتي خلي في الوقت اما تتجوز شو يعني هين ليش وقت يلا تحيينا ان شاء الله يا صلاح وينك عين الله الله قد قادر على كل شيء ليش وقت بس ايه بتسافر يقول لك وما ارد اجي لك الفرح زين السنه اللي عدت دي علي السنه اللي عدت كم مره عملت عمليه عملية ايه؟ مرارة. اه مرارة ولا مرارتين؟ مرتين العملية؟ هي طلعت تاني. المرارة طلعت ثاني. صلوات طلعت تاني. ايه. ما شاء الله عليك. ايه والله يصل. موضوع المرارة هذا استوى ثلاث وديات في سنة. أول يوم المرارة حتتفقر يا خيل. سوء؟ مستشفى وقايلين لي مش حتخرج لحد ما تسدد كم؟ 4000 جنيه عاملين لي سونار وانا دلوقتي بمشكله زي قلنا له ما علي يا شافع ويا دافع عندك ودونك طرشنا للي الله كاتب لنا وانحلت ازمه السونار ما ادري شو هذا قال له عقب كم من يوم مطرش والله بعد انا في العمليه مش هي مشكلتي انفجرت المراره فبعدين قالوا ان انفجرت المراره لا لا ها شو عيل وين فقلت كنت انا عايش كده عيل شو صلاح بيقول لك كده صح انت كده يعني هاي سالفه المراره جلسنا وياها السنه يقول لي هبعت لك الفلوس بس تسوي العمليه من غير بنك اسوي اسمع الا اسمع الا والنزعه والتشريح لسه ما اشوف فيديو عشان ابعت لك علي تعرف ايش طلبت هذا الموضوع انا؟ صلاح صبر 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 يا ربي معي علي طلبت الموضوع هذا لانك من كثر ما تكذب تميت ازف ما 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 اوثق في كلامك كل يوم لك كذبه لا لا والله انا كذب مش انا صورت لك العمليه وصورت لك وقبل وقبل وقبلها بسنه وقبلها بسنه وقبل كل سنه تطلع المراره مستشفى ثانيه خالص شيء المطاعم اللي من غير شو ها كلهن عندهم اكل وايد فنان مثلا انا ناس رايح والخيبه خوزت هذه عني خيبه ما تتفاهم هذه اللي يستوعبنا المهرجان مهرجان الشيخ زايد الله يغفر له اللي يستوي في الوثبه هنمون كيكينات هذا الملك يعطيهم شوف صراحه كلهم معجبينك ها كلكم صورتكم خطفنا على مطعم كلهم عرب وكلهم صلاح وخالد وصلاح وخالد ها كل بصلاح معجبين صلاح شو هالمطعم ما شاء الله جميل شكله كله مزجاج كل جميل ما عدا واحد ها هذا مخرب الجمال مين مخرب؟ شو مخرب؟ بس ما مخرب الجمال جمال المنظر مين انا؟ هي انا مزود الجمال ان شاء الله حبيبي خلصوا صلاح رد ياي بس حبيبي خلصوا تعال ها صلاح تبغي ناريل ها علي عاوز ولا لا ها يا راجل ها صلاح حبيبي ما بلا تتصمصم عليه مره واحده اصبر
الدش بتاعي طشت. صلاح ما خلصت ثانيه الو ذا بيبي هاو ماني مام 5 6 هاو ماني بيبي 6 بوي جيل بوي اور جيل بوي جيل ما بتخبى شاور بيه حتى علي النوم دخلت تاخذ رايهم اجيب ولا بيت صلاح لا تعال لسانك لو سمحت ثانك يو حتى تحرى لي داخل الناريل تقلتك هي بخاشوقة حد من العربي عيبه ياكله انا اللي عاد هلعت عليه تبى صلاح هي تعنب وشي ما تبى صبر صبر This is for baby اوكي يلا ثانك يو سميه علي ها لا سمي صلاح ما تعابب ولا صب المطر ابدا في لحظه وحده كن فيكون ما شاء الله تبارك الرحمن اللي ويانا تو ظهروا من الثمن هو المصارعه جازت لهم اسد وياهم بعد نحن الحين تتريش شوت شوف الله عليك شوف الله عليك البنفسج وين داير ها ماخذ نسبة 90% من هالبترين لا والله 100% كله بنفسج شوف الله عليك لا والله من اللوم في البلاد هاي شعارهم البنفسج شعارهم في هالبلاد اللون البنفسج اصلا نبوي آخر ناس نظهر والله حلو في العالم في كل هالعالم ظاهر ها الله صلاح Thank you صلاح المولات اللي موجودة عندهم كل الماركات اللي موجودة في دولة الإمارات وفي أوروبا في العالم موجودة عندهم موجود نفس الشيء يا غير أنا أفضل أنا تعيب الصناعات التقليدية الصناعات الحرفية مالت هل بلاد روحهم الهاند ميد الأصواف الأقطان اللي عندهم
الصناعات العالمية الماركات العالمية موجودة في بلادنا. غير أي بلاد تصير لازم تأخذ شيء من صناعتهم روحهم، تصير تأكل أكلهم. مستعيب حد من العرب من يسافر والله ما شيء مطعم عربي زي تم في بلادك أنت، وكل عربي اللي تباه والله أنتوا غير نمونة. صح صح. ماما كاكل لما انا هاي جايه لا ده في الاخر جايبه العاب وحاجات واو واو اخترت العروسه ولا لسه؟ لسه. ليه؟ مش انت اللي هتتجوز؟ خبوس. لازم تقول انا عايز واحده شكلها ايه؟ خبوس. عندها كم سنه؟ خبوس. سمع يقول لك باخذ من القابوس من عمان يطري من بلاد قابوس. مصريه اجيب لك مصريه؟ ليه؟ ما يطري مصري. بلاش مصرية بلاش مصرية يعني يا يمنية عمانية ايوة عمانية طويلة لسه جامدة ايوة صلاح ابو حية شو حية؟ هوية هوية حبيبي لا العمانية تدخل الامارات بلاي ويزة لا هلا هلا شو يعني؟ يبغي ورقة ملكة ملكة صلاح ها؟ لا لا يقول لك لما اطلقها يعني لا لا اقول هذا ده جواز طب ايه لا جواز جيب لها ذهب شو شو بتسوي صلاح؟ وكا ورقة مال غاضي ورقة عقد لا لا عقد القران تمضي؟ تعرف تمضي؟ ايه أربعة شلوا اليمل واليمل ما شلهم أربعة شلوا اليمل يا ربي يا صلاح يا ربي يا صلاح مرحبا 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 ها الخيب بغيت كم صلاح يا ربي يا البلاوة مكثرة ها صلاح شو ليش مستعيل حيدة انت ليش مستعيل انت ليش مستعيل يلا يلا ماشي الورد الورد روحه في المكان اللي انت تسكن فيه يا عيني غير نمونه مسوي اولا ريحه ومنظر وبهجه ودنيا شو شو بول شو شو فل صلاح فل بول بول اخ عليك اخ عليك فل فل انزين بعد حد يطري اسمع الحين كل حد بيصلي وبرد بنظهر وانت شو تريا لا انت ما تصلي انت تعبان وتعبان اول حدفين ايه عص سهو ايه جمع وغسل قسم يعني الحين انت صار لي جمع وغسل ولا بعك خلاص خلاص متى يوم نحن ظاهرين من الظهر سهو هي انت صليت انت راقد ايه هوس علفت دوست ال ال اي وين دست راح هذا ال ال قول له ال ال لوبي 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 اقول لكم ريال متفارج وياه في بيت الله في مكه والجيته في تايلاند سبحان الله سبحان الله دنيا صغيره يا سالم السويدي سالم السويدي من خيره شباب هالشارجه ونعم حالك انزين كنا في العمره وتلاقينا من متى بقى بسنتين عاده اكثر كيف اكثر اكثر 2013 والله نعم 2013 ها كله مسات ايام تركب يلا الله يحفظك لو وزيركم من الشعر بيت ساكنين في نفس الفندق في نفس الفندق وهو باشر تبى تسافرون باشر نعم ولا تلاقينا الاخر يوم في اللوبي القطم علي هذا عشاك وتاكله طالب سندويتشين وطالب صحن مكرونه خلصه كامل ما يتم ولا شيء من الطلب مثل ما طلبت تاكله قلت لك انا سندويتش واحد قلت لا مش حيكفي هذا شنو عملاق كده خلنا الله يسلمك باي مكان نسير ونطلب اكل نحن كلنا يطلب على قياسه هو يطلب
فوق طاقته بثلاث وديات. ليه يعني؟ فلذلك يتم الأكل عزرت عليه أي مكان نسير تطلب اللي بتاكله واللي ما بتاكله بزور عليه. ما تطلبوش أصلاً. يا سلام. اللي ما تاكلوش ما تطلبوش. نطلب أكل ويتم مكانه ما يستوي. حرام. حرام. ترى بتلمعب. هنا. الحين تخلص هذا أكلك كامل. زين شوف وصحن المكرونة هذا ضروري حق الوحدي ها شير شير شارف لسانك ميدار لا بشير ولا الله قاله تلاي ملحينة مثل ما طلبت تلاي ما حد قال لك قول يعني ايه نعم يلا عافية لسه ما كلتش عسل عافية صلع قلت له زين يستاهل علي عسل يلا يا علي يلا يا علي عاوزين نمشي الشعب كله مستني علي خلاص شوية المكرونة ألف هنا وشف صلاح آمين آمين حق ابن وحينا حق علي يلا خلاص يا علي؟ اه اه ما شاء الله ألف هنا وشفه آمين أنا على ألفك حبيبي آمين هذا خالد الخالد اللي تمنيت اشوفه في بروح العلم خلوه واخرجت شفته وين في الدوله الاردنيه سبحانك سبحان الله يا رب الله يحفظك